بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات السادتي، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الاستثنائي. اليوم سأتحدث عن مناسبة حزينة، مقتل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي أعتبره ليس فقط من أدهى دهات اليمن وإنما من أدهى دهات العرب أيضا. هذا الرجل الذي وضع اليمن على خارطة الوطن العربي وعلى خارطة العالم كقوة عزيزة صامدة متعايشة متضامنة متحابة، 33 عاما من الحكم شهد اليمن فيه العديد من المؤامرات لكنه ظل متماسكا. الرئيس علي عبد الله صالح حكم اليمن لأكثر من 33 عاما، وكان اليمن في معظمها ينعم بالاستقرار وبالأمان، ويكفيه فخرا أنه كان على رأس أهم وحدة في تاريخ اليمن بأسره، الذي نجح في توحيد اليمن خلف حكومة مركزية، وهو ما لم يحدث في مختلف فترات العالم بأسره أو تاريخ اليمن بأسره. هذا هو الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. ربما يكون الحوثيون هم الذين قتلوا الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن اتهموه بالغدر والخروج من التحالف، لكن في تقديري من قتل الرئيس علي عبد الله صالح ومن يتحمل مسؤولية قتله هو التحالف العربي الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية وعاصفة حزبها. أرادوا أن يخلقوا فتنة في اليمن، أرادوا أن يشقوا التحالف الحوثي المؤتمري، وأن يركعوا اليمن، وأن يخلقوا حربا أهلية بين حزب المؤتمر وأنصاره وبين أنصار الله الحوثيين. هذه هي الخطة الجهنمية التي أرادوا تطبيقها، ولا أعرف كيف وقع الرئيس اليمني رحمه الله في هذه المصيدة، وأنا الذي أعرفه جيدا، وأنا الذي أعرفه جيدا. أقول لكم قصة: بعد حرب الانفصال عام 1994 كنت أنا ضد هذا الانفصال، وكانت صحيفتي القدس العربي في حينها مع وحدة اليمن ومع دعم هذه الوحدة والحفاظ عليها، وخرجت في برامج تلفزيونية أطالب بالحفاظ على هذه الوحدة لأنها من مصلحة اليمنيين جميعا. كنت مجتهدا، قد أكون أخطأت في نظر البعض وقد أكون أصبت في نظر البعض الآخر، لكنني يعني فزت بأجر المجتهدين في كل الأحوال. الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في حينها أرسل إلي وقال: تعال أريد أن أحتفل معك بذكرى النصر. فذهبت إلى صنعاء والتقيت في بيته أو في حديقة بيته الشخصي وليس القصر الجمهوري في ميدان السبعين، بل في البيت الشخصي، يعني كنت أطفاله يعني كانوا في البيت يلعبون. قال لي أنه يعني الحمد لله يعني ربنا نجانا من هزيمة كبرى، وأقسم لي بأنه كان على بعد أسبوع واحد من نفاذ الذخيرة، لأن الحصار كان خانقا والدعم كان محدودا له من الخارج، وكانت المملكة العربية السعودية تدعم المجموعة الانفصالية في الجنوب اليمني. لكنه قال لي أنه قررنا أن نغامر وأن نشن هجوما على قاعدة العند في الجنوب قرب عدن، وهي أضخم قاعدة سوفيتية كانت في كل أنحاء العالم أو في الشرق الأوسط على وجه التحديد. قال: هجمنا على هذه القاعدة ونحن يعني لا نعرف أننا سننتصر، لكن كنا نعرف أننا لو انتصرنا واستولينا عليها فهذه ستكون بداية النهاية لحركة الانفصال. فانتصرنا واستولينا على هذه القاعدة، والكلام هنا للرئيس علي عبد الله صالح. قال لي أيضا يعني وجدنا طائرات ميج 27 في صناديقها، وجدنا مدافع متطورة جدا، وجدنا أموالا ضخمة، وجدنا معدات عسكرية من الشرق ومن الغرب لم نسمع بها وبقدراتها، وأصبحت هذه كلها يعني ملكا للجيش اليمني. لكن قال أمرا آخر يعني ما زال يطن في رأسي. قال لي: أنا كنت واثقا من النصر. قلت: لماذا؟
قال والله لم يخالجني أي شك بأنني سأنتصر في هذه الحرب، لسبب بسيط، لأنني أدرك جيدا أن المملكة العربية السعودية لم تدعم أناس أو جهة إلا وهزمت، لم تدعم طرفا في حرب إلا وهزم، بما فيهم أنا حاربت بدعم منهم عدة حروب وخسرتها جميعا، فلذلك كنت مرتاحا وواثقا من أنني سأنتصر لأنهم ضدي وليسوا معي. تذكرت هذه القصة عندما قرر الرئيس علي عبد الله صالح أن يفك التحالف مع أنصار الله، قلت لماذا يذهب إلى هؤلاء وفي هذا التوقيت الذي أوشكت فيه الحرب على نهايتها، في هذا التوقيت الذي بدأ العالم يثور ضد هذه الحرب ويمنع إرسال أي صفقات أسلحة للمملكة العربية السعودية ويوجه لها اتهامات بارتكاب جرائم حرب ويطالب برفع الحصار فورا. أكثر من 28 مليون يمني كانوا تحت حصار خانق، آلاف اليمنيين قتلوا واستشهدوا من جراء قصف أعراس، مدارس، مستشفيات، مجالس عزاء، مزارع دجاج، أسواق. يعني بدأ العالم يضيق ذرعا من هذه الحرب التي استمرت أكثر من 3 سنوات في مواجهة شعب فقير معدم لا يملك شيء من دنياه، جوعوه، أفقروه، فرضوا عليه حصار خانق للغاية. يعني أكثر من 28، ثلاث أرباع 28 مليون يمني كانوا على حافة المجاعة. لماذا هذا؟ لماذا يجوع هذا الشعب الكريم، هذا الشعب العزيز، هذا الشعب الشريف؟ لماذا يجوع؟ لماذا يقتل؟ لماذا يعني تمزق أركانه؟ لماذا يعني يواجه كل هذه المصائب، هذا القصف من الجو، من البحر، من الأرض؟ لماذا؟ لماذا تغلق مطاراته؟ لماذا تغلق موانئه؟ ماذا فعل هذا الشعب؟ لم يعتدي على أحد، والله لم يعتدي على أحد، ويريد الخير للجميع. على أي حال استغربت أن يعني الرئيس علي عبد الله صالح وهو الداهية يعني أن يقرر أن ينحاز إلى هؤلاء ولا يعرف أن هؤلاء يعني لا يريدوه ولا يحبونه، وإنما يريدون استخدامه من أجل تركيع اليمن وإذلاله. حقيقة يعني شعرت بالحزن، ولكنني تحليت بضبط النفس وتكلمت بحياد شديد جدا عن هذه الأزمة. اليوم فجعت، والله العظيم فجعت، وبكيت لمقتله وبهذه الطريقة، والله حزنت كثيرا جدا. الآن يعني علينا أن ننظر إلى مستقبل اليمن. أتمنى أن لا تطغى الثأرات، أتمنى أن لا تكون غريزة الانتقام هي المحرك، أتمنى أن لا يغرق اليمن في حرب أهلية. علينا أن ننبه الأشقاء اليمنيين بأن الحرب لم تنتهي عليهم، وأن العدو خارجي وليس العدو داخليا. من يقاتل اليمن، من يدمرونه، ليسوا من أبناء اليمن. هذه هي الحقيقة. لا بد من وحدة وطنية في مواجهة هذا العدوان، وعندما ينتهي، وعندما ينتهي بشكل عادل، وعندما يتم دفع تعويضات لليمنيين على كل هذا الدمار الذي حصل، عندما يتم إعادة الإعمار من قبل الدول التي دمرت هذا اليمن، بعد ذلك يعني ربما يعني يكون من المسموح ربما مناقشة الخلافات، ومن المسموح العتاب أو حتى الجدل أو حتى الخلاف. الآن يجب أن يتوحد اليمنيون جميعا في مواجهة هذا العدوان. يا أخواننا، يعني الحوثيون مكون أساسي من مكونات الشعب اليمني، هؤلاء يمنيون. حزب المؤتمر أيضا هؤلاء من الأشقاء اليمنيون، هؤلاء حكموا اليمن ويملكون خبرة كبيرة جدا. يجب أن يتكاتف الجميع وأن يجلسوا على مائدة الحوار وأن يتفقوا حتى وأن يتفاوضوا كتلة واحدة من أجل اليمن ومصلحة اليمن ومصلحة الشعب اليمني. والله العظيم أقولها من قلبي، أتقدم بأحر التعازي للشعب اليمني كله في وفاة الرئيس علي عبد الله صالح، وأقول الرئيس الصديق علي عبد الله صالح. والله إني عرفت وخبرت، ومن أكثر العرب شهامة وعزة نفس وكرامة وحبا لليمن، هذا الرجل لم يغادر اليمن، أصر أن يقاتل وأن يموت على أرض وأن يستشهد على أرض اليمن.
لم يغادر هذا البلد على الإطلاق رغم المغريات الكثيرة، لكنه أصر أن يظل في تراب اليمن وعلى أرض اليمن وأن يدفن في أرض اليمن، وهذا فخر كبير له. أتقدم بالعزاء لكل أبناء الشعب اليمني بهذا الداهية، في وفاة هذا الداهية، في وفاة هذا الرجل الذي قدم لليمن الكثير. أتقدم أيضا لأسرته الكريمة بأحر التعازي، وأتمنى عليهم أن يتحلوا بضبط النفس وكظم الغيظ. اليمن فوق الجميع ويجب أن يظل فوق الجميع، الشعب اليمني يجب أن يظل فوق الجميع، ومصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الأخرى، لأنه هذا الشعب يتعرض لعدوان كبير وعدوان ظالم. شكرا لكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى اللقاء في الشريط القادم بإذن الله.